الزمالك على قمه الدوري. فوز مهم من نادي الزمالك حققه امبارح على نادي المقاولين بنتيجه 2-1، فوز معنوي اكتر منه فني او مقنع في الامور الفنيه والامور التكتيكيه. نادي الزمالك في الشوط الاول كان بيلعب بالشكل اللي احنا شفناه مع ميتشو في مباراتين نادي الاتحاد وبيراميدز في الكاس، الضغط الدبل بريس والتريبل بريس على نادي المقاولين وكان حرمه من الكوره، لكن بشكل عام ما اقدرش اقول نادي الزمالك كان مقنع في الاداء بتاعه اكتر ما ان النتيجه والفوز ده مهم قبل مباراه جينيسون فوت السنغالي يوم الخميس الجاي اللي ان شاء الله نتمنى فيها نادي الزمالك يلحق بركب نادي الاهلي في دور المجموعات لدوري الابطال. طيب الشوط الاول ليه نادي الزمالك كان حارم نادي المقاولين والكابتن عماد النحاس من الكوره في وسط الملعب؟ ببساطه تعالوا نشرح على البورد الشكل في اول 34 دقيقه اللي كانوا فعلا افضل وقت في المباراه ككل. خلال ال 34 دقيقه دول الفرقتين جابوا 3 اهداف، مباراة كانت سريعة لحد ما كان هجمات نادي الزمالك اكيد اكبر واكتر من هجمات نادي المقاولين، ولكن كان برضه نادي المقاولين له شكل هجومي. طيب ليه نادي الزمالك كان هو الطرف الافضل؟ كابتن عماد النحاس بطبيعته لما بيلعب قدام نادي الاهلي او نادي الزمالك بيلعب بزون ديفنس، بيوقف خط الدفاع بتاعه قدام منطقه جزائه وبيلعب بطريقه اقرب الى 4-5-1 كوقفه في الملعب، وبيبدا يضغط اول ما نادي الزمالك يعدي الكوره من نص الملعب. كابتن عماد النحاس عمره قدام نادي الاهلي او نادي الزمالك ما بيضغط بلاعبته في المنطقه دي او بيروح نص ملعب المنافس، لا هو بيستنى ان نادي الزمالك يطلع بالكوره ويوصل لغايه هنا وبعد كده يبدا عمليه الضغط. طيب نادي المقاولين ايه مشكلته؟ مشكلته ان في عمليه الضغط ما كانش بياخد الكوره الثانيه. ليه؟ بسبب قرب لعيبه نادي الزمالك من بعض لما كانوا بيتقدموا. ميتشو لما كان نادي الزمالك بيبني الهجمه كان بيوقف خط دفاعه هنا، بيعلي جدا جدا من خط الدفاع بتاعه، ودي احنا شرحناها كذا مره. ميتشو بيعملها مع نادي الزمالك وفاينر بيعملها مع نادي الاهلي ليه؟ عشان يسرع من عمليه استعاده الكره. فكنا بنشوف محمود علاء كان بياخد الكره ويقف هنا اهو في نص ملعب نادي المقاولين، حتى نادي الزمالك في الحاله الدفاعيه كان بيعمل اوفسايد تراب او مصيده التسلل من هنا بالظبط من قبل خط المنتصف بالظبط، فبالتالي حارم نادي المقاولين من ان هو يمسك الكوره بشكل كبير بسبب ان نادي المقاولين كان عنده ازمه في مركز البلاي ميكر ولسه هشرحها. طيب نادي الزمالك استفاد ايه؟ استفاد ان دايما اي كوره كانت بتيجي اهو كان على طول بنلاقي اتنين بيروحوا مع بعض، وفي واحد زي ما كنا بنقول اتنين بيبرسوا وواحد بيكونتين وراهم، وبالتالي معظم الهجمات اللي كانت في اول 35 دقيقه في المباراه كلها كانت في اتجاه مرمى نادي المقاولين بسبب الاسلوب اللي لعب بيه والحماس اللي كان عند لعيبه نادي الزمالك وكان في تنظيم. طيب نادي الزمالك ايه مشكلته بقى الهجوميه؟ ان هو ما كانش عنده غير اسلوب واحد بيهاجم بيه اللي انا شفته في خلال الفتره دي، كان دايما على طول الاعتماد على ان حمدي النقاس بيطير وأوناجم بيخش ليه العمق والكره تترمي لحمدي النقاز عشان يلعب الكره العرضيه لاكبر عدد من اللاعبين داخل منطقه الجزاء. الاسلوب ده انا شفت نادي المقاولين بدا يحفظه بمرور الوقت لان نادي الزمالك ما كانش بيغيره. لعيبه نادي الزمالك كان عندها مشكله في الناحيه الهجوميه في التحرك بدون كوره، وعشان كده كان الاسلوب الوحيد اللي احنا شفناه في ال 35 دقيقه دول الكرات العرضيه خصوصا من عند حمدي النقاز. طيب نادي الزمالك طبعا تقبل الهدف الاول ليه؟ عشان نفس المشكله دايما بنقولها ان حمدي النقاز عنده مشكله في صد الارتداد. نادي المقاولين كان الهجمه الوحيده اللي بيعتمد عليها ان هو يقطع يسيب نادي الزمالك يطلع بالكوره لغايه نص الملعب ويحاول يقطع الكوره من طارق حامد او من فرجاني ساسي وعلى طول يقلب الهجمه المرتده واللي احنا اتعملت مره واحده بشكل كويس في هدف محمد سام، لكن بخلاف دي نادي المقاولين ما قدرش انه يكرر الهجمه دي مره تانية. طيب ايه الاسلوب التاني عمله نادي الزمالك؟ كان طبيعي جدا المهارات الفرديه كانت ممكن تساعده وده اللي احنا شفناه في الهدف التاني لاحمد سيد زيزو. طيب انا بقى زي في البدايه قلت نادي الزمالك اقنع في مساله الضغط لكن ما اقنعش في التكتيك بشكل عام في المباراه. ليه؟ لان نادي الزمالك اللعيبه ما بتتحركش بدون كوره، اللعيبه واقفه، اللعيبه ثابته، ما عندهاش حلول كتيره، الاسلوب معتاد، اسلوب لعب اقتصادي. انا جبت الهدف الثاني وتقدمت في النتيجه لكن ما بحثتش عن الهدف الثالث، ما بحثتش عن الهدف الرابع، ما بلعبش بروح. ليه؟ لان انا خلاص خدت اللي انا عايزه، وبالتالي هنا ده دور المدير الفني لان عمر اللعيبه مهما كانت حماسها داخل الملعب اكيد هيقل بمرور الوقت واكيد الملل هيخش عندهم ان هم
خلاص جابوا اللي هم عايزه. فلازم دايما هنا ميتشو يبقى عنده قدره على التحكم مع على اللاعبين ان هم يقدموا اكتر من اللي هم قدموه. انا ما ينفعش النهارده اقف عند 2-1 واستوب ليه. ببساطه فرجين ساسجي اتطرد في الدقيقه 85، كان ممكن نادي المقاولين يستغل النقص العادي في الدقائق الفاضله ويجيب التعادل بالظبط زي ما حصل قدام نادي مصر وانت اتزنقت. فبالتالي دي مشكله انا بشوفها عند نادي الزمالك كانت عند النادي الاهلي ايام لسرتاي. قال النقطه مهمه ليه نادي المقاولين بقى كان عنده مشكله في الشوط الاول في نص الملعب، عشان سيف الدين الجزيري المفروض اللي هو افضل لاعب في نادي المقاولين ما كانش عنده قدره ان هو يتحرك كتير ويمسك الكوره. سيف الدين الجزيري هو افضل ممرر في الفريق، الفريق ده كان اكيد كان غايب عنه طاهر محمد طاهر، وبالتالي كان لازم كابتن مجدي النحاس يلاقي واحد تاني يعتمد عليه في عمليه صنع اللعب، وهو كان التونسي سيف الدين الجزيري. لكن سيف الدين الجزيري ما قدرش يوزع الكرات بشكل سليم لزمايله كتير، وكان دايما تتقطع منهم الكوره في المنطقه دي بسبب طبعا زي ما قلت الضغط من لاعبي نادي الزمالك. ربما يكون نادي الكابتن عماد النحاس الشوط الثاني عمل بعض التغييرات لما نزل مجالي ونزل ادواردو وحاول يعمل نزعه هجوميه زياده، لكن ببساطه بصراحه نادي المقاولين في نص الملعب كان عنده مشكله التمرير، وكان في كرات كتيره بتتقطع منهم، وكمان ما اقدرش انكر كان في توتر شديد جدا جدا اكيد بسبب الهدف الاول للاعيبه نادي المقاولين اعترضوا عليه كتير بسبب ان الكوره اصلا ما كانتش كورنر، الكورنر اللي جه منه هدف فرجاني ساسي. في المجمل نادي الزمالك اكيد فوز مهم، فوز معنوي مهم جدا للفريق وتصدره للدوري حتى لو بشكل مؤقت، كل ده يفيد الفريق قبل مباراه جينيراسيون فوت يوم الخميس ان شاء الله. ولكن مازال ميتشو لسه عنده اسئله كتيره محتاج يجاوب عليها، في مشاكل كتيره جدا في الفريق، واهمها الفريق لما يوصل لمبتغاه في المباراه ما ينفعش يقف، لان انت معرض بشكل كبير في الدقائق اللي باقيه من تقدمك ان ممكن المنافس اللي قدامك يتعادل لاي سبب كان او لاي خطا او يستغل خطا منك في اي دقيقه. ده كان تحليلنا النهارده لمباراه الزمالك والمقاولين، وان شاء الله اقابلكم في تحليل جاي لمباراه جايه في الدوري، او حتى ان شاء الله باذن الله مباراه الزمالك وجينيراسيون فوت اخر اسبوع باذن الله. شكرا جزيلا كريم سعيد.